كل إنسان لا بد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فهو قبل أن يوجد كان عدما. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا هذه المرحلة الأولى أنه عدم. ثانيا مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، مرحلة الدنيا، الخروج إلى الدنيا. وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة، نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه المرحلة، يعني مرحلة الدنيا، هي التي عليها المدار، مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، بعد أن يموت في البرزخ، يعني في القبر. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه كم؟ أربعة. المرحلة الخامسة مرحلة القيامة والبعث. قال الله تعالى: وهذه المرحلة هي نهاية الراحل وغاية المراحل. قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فليس عبثا كما يقوله الزنادقة، يقول المسألة يجعلون عبث، أرض تبلع وأرحام تدفع. يقول الحياة الدنيا ما في بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، وإنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع. هذا يولد وهذا يدفن، هذا يولد وهذا يدفن، كمكائن. هذا 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 لا يقوله إلا الزنادقة الذين يكذبون بالبعث. إذن كل إنسان يمر بهذه المراحل الخمس.